يعد حالة فريدة في تاريخ الأدب العربي، عكس أغلب الشعراء الآخرين كان يحتقر المال والشهرة ولا يسعى إليهما. هو الشاعر والفيلسوف والأديب العربي أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو العلاء التنوخي، المعروف بأبي العلاء المعري. ازداد سنة 973 للميلاد في معرة النعمان بشمال السور حالياً. أصيب بالعمى وهو في الرابعة من عمره بسبب مرض الجدري. عندما بلغ أبو العلاء الرابعة من عمره أصيب بمرض من أشد الأمراض ضراوة، إنه داء الجدري، فأخذ يعاني منه الألم والمرارة والقسوة حتى ذهبت إحدى عينيه، وأصاب البياض عينه الأخرى حتى فقد ما فيها من قوة الإبصار. درس في حلب وأنطاكيا علوم اللغة والأدب والحديث والتفسير والفقه والشعر. كان أبو العلاء على جانب كبير من الفطنة والذكاء وملكة فائقة على الحفظ، ما مكنه من تحصيل العلم والمعرفة، فتراه قد تفوق وأبدع في نوعي الأدب شعره ونثره. سنة 1007 توجه إلى بغداد وزار دور كتبها وقابل علماءها. كان غزير الفضل، شائع الذكر، وافر العلم، غاية في الفهم، عالما باللغة، حادقا بالنحو، جيد الشعر، جزل الكلام، شهرته تغني عن صفته، وفضله ينطق بسجيته. عاد إلى معرة النعمان سنة 2009 وشرع في التأليف والتصنيف. وبهذا كله كان أبو العلاء فدا بين أدباء العرب وشعرائهم وكتابهم، لم يجتمع لأحد من الذين سبقوه أو جاءوا بعده مثل ما اجتمع لديه من إتقان العلم وسعة المعرفة وعمقها إلى أقصى غايات السعة والعمق. قرر اعتزال الناس بعد عودته من بغداد حتى وفاته. أطلق على نفسه لقب رهين المحبسين، أي محبس العمى ومحبس البيت. رفض الدنيا وما سلم، ورفض غاياتها، فعمل بما علم، وتداوى باليأس من مطامعها، ودار الناس بترك حده لهم. ومع هذا ظلم، نفض يديه من الدنيا وساكنها، وخفض لديه قدر محاسنها، وانقطع في بيت كان له بالمعرة لا يخرج منه إلا إلى مسجده. أعماله الأدبية تعكس ما بنفسه من سوداوية وتشاؤم. أعرض عن الزواج واعتبر إنجاب الأطفال جناية. يقال إنه أوصى أن يكتب على قبره: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. كما أعرض عن أكل اللحم، فكان بذلك أحد رواد النباتيين. وأقام 45 سنة لا يأكل اللحم ولا البيض ولا اللبن، ويحترم إيلام الحيوان، ويقتصر على ما تنبت الأرض، ويلبس خشن الثياب. كان قانعاً باليسير، كان له وقف يحصل منه في العام 30 دينار، قرر منها لمن يخدمه النصف، وكان غذاؤه العدس، وحلاوته التين، ولباسه القطن، وفراشه لبادة، وكان لا يمدح أحداً، ولو تكسب بالمدح والشعر لنال دنيا ورياسة. كان على عداوة مع الفقهاء بسبب نزعة الشك عنده بشأن بعض الحقائق الكبرى المتعلقة بالإسلام. كان يرى أنه ليس هناك دين أفضل من دين آخر، وأن كل دين له سماته الخاصة. كتابه رسالة الغفران يعتبر من أهم كتب التراث العربي. توفي سنة 1057 في مسقط رأسه بمعرة النعمان.